على الهواء مباشره من دبي. مساء الخير سمو الامير، مبروك. يبدو يعني ان الشوط الاول قلنا الهلال، يعني هناك من راى 2-0 نتيجه الهلال المتاخر بالمباراه فقالوا العقده تاكدت في الاسيويه. جاء الشوط الثاني قلبها الهلال 3-2. كيف بين ال 45 دقيقه الاولى وال 45 دقيقه الثانيه راينا رئيس الهلال يعني في وسط تفاعلات نفسيه متعدده في هذه المباراه من خلال شاشات التلفزيون؟ مساء الخير ابو بدر، تحياتي لكل اللي معك. انا ما اشوف اللي معك، انا معي الاستاذ غرم ومعي الكابتن محمد فوده. والف نعم فيهم الخير. عليك زود يا امير. انا بس اعتقد والله اخوي ابو بدر المباراه الحقيقه احنا من اول المباراه لين اخرها كنا متفوقين الحقيقه. صحيح. يعني اللي حصل جولين من غلطتين يعني يحصل غلطات هذه كره القدم، ولكن شوف كميه الفرص اللي ضاعت في الشوط الاول وكميه الفرص اللي ضاعت في الشوط الثاني. اعتقد يعني انا اشكر اللاعبين شكر جزيل والجهاز الفني، اثبت انهم فريق كبير. تكون مغلوب 2-0 برا ارضك وترجع للمباراه وتفوز هذا شيء ما هو سهل، يعني يؤكد ان الفريق ما شاء الله يعني عنده دائما القتاليه وعنده الرغبه في الفوز، وهذه صفات الفريق البطل الحمد لله. فيما يتعلق بالمشكلة اللي حصلت بين الفريدي والهمسك، أنا كنت سمعت تو آخر كلامكم، ما سمعت كل الكلام. فعلا حصل مشكلة في الشوط الأول نتيجة الحماس، ترى هذه يمكن يعني الكبات يعرفوه في الملعب أحيانا، مثلا لاعب مثلا ما يعطي الكورة لزميله وهو فاتح مثلا، فالثاني حريص على أنه يسجل فيتنرفز فيأنب زميله فيحصل شد بينهم، حصل شد فعلا كبير في الشوط الأول. ولكن انا اؤكد لك واؤكد لاخوان اللي يسمعوني عبر الجوله الان خصوصا الجمهور الهلالي انه بعد المباراه كانوا الاثنين يضحكون في غرفه الملابس مع بعض وكانوا يضربون بعض بالمزح، يعني فهمت شو اقصد؟ يعني يرشون على بعض المويه، يعني ما كان في اي شيء، يعني كان انفعال وقتي في وقت المباراه يعني. الامر ما ينبغي ان ياخذ اكثر من حجمه. سمو الامير بين الشوطين نزلت غرفه الملابس؟ لا، انا على فكره ابو بدر يعني غالبا لما يكون الفريق مهزوم ما هو يعني ما هو دائما احب اني انا انزل، لان انا اعتقد انه هذا ربما يسبب ضغط اكبر. بالعكس لما ما تنزل هم عارفين ان انا موجود، لما ما انزل يعرفون ان انا موجود، يعرفون اني انا كانها رساله لهم ان انا واثق فيكم يعني. ماني محتاج انزل عشان اقول لكم شدوا حيلكم، انا متاكد انكم بتشدون حيلكم. يعني الرساله توصل من غير احيانا على حسب الحاله. يعني انا كنت خصوصا يعني كان ممكن انزل وبدر لو كان شكل الفريق ما هو مرضي بالنسبه لي في الشوط الاول. كان في ضياع فرص وكان الفريق متسيد المباراة، ولكن اللي حصل انه مثل ما قلت لك جاء جول من خطأين، كنت متأكد انه عندهم القدرة على بمشيئة الواحد الأحد وبعونه وبتوفيقه انه هم يرجعوا المباراة، وقد كان. بس يا أمير يعني جاتك الأخبار بالتليفون على الأقل من غرفة الملابس، سامي أحد أعطاك الجو العام اللي حاصل بين الشوطين؟ أنا كلمت سامي الجابر بين الشوطين قلت له يعني قلت له أبو عبد الله يعني بس كلهم المباراة في يدهم، إذا يلعبوا زي الشوط الأول تركيز بس يركزوا على أنهم قدام الجول يكونوا حاضرين بنفوز يعني. فوقت كان الحمد لله رب العالمين. أكثر هدف شدك يا أمير في الشوط الثاني من الثلاث أهداف؟ أنا عارف إن كلهم زي عيالك بس يعني وش اللي أحلى؟ لأنه لأول مرة اليوم كسر الاتحاد الآسيوي طريقة تصويره في مسابقات دوري أبطال آسيا، وأظهر الرئيس النادي على الشاشة لأول مرة على فكرة في دوري أبطال آسيا اليوم، فأكيد أكيد شافوا حاجة يعني شدتهم. أنا لأني كنت الحقيقة بالصدق يعني كنت كانت أعصابي مرة تلفانة بسبب الفرص الكثيرة اللي تضيع. يعني ارجع للمباراة مبادر ارجع للمباراة ستجد في عشرات الفرص ضاعت. يعني كان ممكن ترتاح من بدري، يعني كان في فرص فعلا كثير سانحة للتسجيل. بالتأكيد إنه الهدف الثاني هو اللي كان بالنسبة لي، لأنه لما تعادلنا في وقت مبكر نوعا ما من الشوط الثاني جاني احساس انه الامور تمشي لصالحنا وانه مساله تسجيل الهدف الثالث بعون الله ما هي الا مساله وقت. ولكن بالمناسبه ايضا ابغى اقول انه هالمباراه ما ينبغي ان احنا نركد المستوى اللي قدمناه، لانه ايضا للامانه الاخوان في الجزيره ما هم لاعبين بكامل قوتهم وطاقتهم للامانه، يعني واضح انه تركيزهم على الدوري وعلى الكاس واللعيبه الاجانب ما لعبوهم، فما ما نفرح اكثر مما ينبغي بهالفوز يعني. طيب سمو الامير ما يطول عليك، بس في قضيتين مهمه اليوم. صدر بيان من هيئه الامر المعروف والنهي عن المنكر، في جزئيه منه تتضمن اشاره لك، جاء فيه هنا نسجل تقديرنا واشادتنا بالامير برئيس نادي الهلال الامير عبد الرحمن مساعد لمنهجه الحكيم في اداره الامور ومبادرته الخيره وحرصه على ابناء الوطن، واشيد برؤيته لصناعه برامج نوعيه قد تطلقها الهيئه مع النادي وغيره من المؤسسات والمنشات الرياضيه السعوديه. هذه
لأول مرة هيئة الأمر معروف والنهي عن المنكر تصدر بيان حول شأن رياضي، في اعتقادك الآن أمر أغلق بهذا الشكل؟ والله مقدر. شوف أنا بقول لك على شيء، خلينا نكون أكثر وضوح. أنا الحقيقة تشرفت بزيارة الهيئة وقابلت معالي الهيئات، معالي رئيس هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وقمت بجولة هناك وقمت على العمل اللي يطلعون فيه، جزاهم الله خير والله يوفقهم إن شاء الله. وحبيت وضحت لهم إنه إحنا تعرف للأسف التعصب، يعني في ناس لجأت بشكل أو بآخر أنها تؤجج الهيئات على نادي الهلال بسبب لعيبة الأجانب وتحديدا الرادوي يعني، وحكاية الحكي اللي ما أرجع الموضوع مرة ثانية. فأنا حبيت أقول لهم أنه إحنا يعني في نهاية الأمر ترى إحنا نعتبر نفسنا في الهلال مساندين لدور الهيئة، ونعتبره دور مهم، ونقف خلفهم ونشد على أيديهم، ويعتبروننا، قلت لهم إحنا يعتبرونا فرع من هيئة المعروف والنهي عن المنكر، لأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر لا ينبغي أن يختصر في الإسلام على هيئة، ولكن هو واجب على كل مسلم. هذا اللي قلت لهم إياه، وقلت لهم إنه إحنا أي خطأ أو أي تقصير أو أي شيء ترونه كلموني مباشرة، وإحنا سعيدين إن إحنا نشارك في أنشطتكم ونكون شريكين فيها. وقلت لهم إنه إحنا فيما يتعلق برادوي يعني قلنا له يلبس كم طويل أو يغطي الوشم اللي هو فيه طالما هو يلعب داخل المملكة العربية السعودية، يعني عشان ننتهي الموضوع هذا. وأنا كمان يعني أحب أقول إنه يعني أنا ماني بغض إنه إحنا ما ندخل الدين في الرياضة، الدين ينبغي أن يكون في حياتنا كلها، ولكن أنا ضد إنه يستغل أحيانا أمور من مصلحة التعصب ويقحم أشياء مثلا ليس يعني حق أريد به باطل، فهم أنا وشخص مسألة الانتقائية، يعني ما قدرت عليك بالكورة أقدر عليك يعني بشيء يجذب الناس يعني. بالضبط. فأنا بس أولا وأخيرا أحب أأكد من خلال برنامج أنه ألزم ما علينا حنا ديننا، وألزم ما علينا أيضا التعاون مع أصحاب الفضيلة المشايخ، أصحاب الفضيلة العلماء، وأراءهم على عيننا ورأسنا، ومحل التقدير والاحترام، ومحل السمع والطاعة من هيئة كبار العلماء. وفي نفس الوقت هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أنا أؤكد لجمهور الهلال أن احنا معتبرين نفسنا فرع من هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. سؤالي الأخير لك سمو الأمير، اليوم اتحاد كرة القدم أعلن طاقم تحكيم بولندي لمباراة النصر مع الهلال في يوم الأحد المقبل، تعليق نادي الهلال على هذا الموضوع؟ أشكر الاتحاد السعودي لكرة القدم على هالقرار. أنا أعتقد نثق في الحكام السعوديين، ولكن بعدما تعرض له النصر من ظلم في المباراة الأخيرة، أي حكم حياتي حيكون تحت ضغط إما إنصاف النصر أو أنه خشية من عدم إنصاف النصر، فهذه حيكون فيها حسابات وضغوط. الحمد لله رب العالمين، أعتقد أنه هذا قرار موفق عشان نبعد الحكم السعودي، لأنه ما كان حيكون مرضي للطرفين. رئيس نادي الهلال يعترف بوجود ظلم تحكيمي للنصر في مباراة الماضية مع الأهلي؟ أنا الحقيقة لما شفت لقطات من المباراة، أعتقد أنه كان للأخوان في النصر أظن ضربة جزاء، وفي هدف صحيح للسهلاوي محجز. والله روح رياضية جميلة سمو الأمير. شكرا لك سمو الأمير عبد الرحمن مساعد، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال.